ورزق الله وستر الله ونور الله وكتاب الله. سبحان الله، هذه كلها نعم يجب ان نشكر الله عليها، لا نستخدمها في عصيان الله عز وجل. ان اردت ان تعصي الله فلا تاكل من رزق الله، هذه كانت اصعب من السبب. يعني كيف لا اكل؟ ممن اكل؟ ممن اكل؟ من اين؟ سبحان الله العظيم. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. اذا كرم الله عز وجل يجعل الانسان لا يعني لا يعصي رب العباد سبحانه وتعالى. اذا ان اردت ان تعصي الله تعصيه في ملك بعيد عن ملك، لا ملك غير ملك الله. طب اعصيه في مكان لا يراك فيه، لا شيء يعزبه يعني عن الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. طيب الامر الثاني قال ان اردت ان تعصي الله فيعني كيف تاكل من رزق الله ثم تعصي رب العباد عز وجل؟ لا تلقى، فهذه اصعب. قال له اذا اردت ان تعصي الله وجاءك ملك الموت فقل له اخرني حتى اتوب. يعني لا داعي لان تخبط روحي الان، يعني انتظر، انا علي ديون وعلي صلوات ما صليتها وعلي في اموال حرام عندي واموال شبهة، وانا مرة اغتصبت قطعة ارض من اخواتي ومن اهلي، ومرة اخذت من العمل ما لا يحق لي، ومرة اسأت كذا، ومرة خنت الامانة في كذا، ومرة نظرت الى كذا. انا اريد ان اذهب الى عمرة، اذهب الى الحج لاتوب، اعيد الاموال الى اصحاب. يعني قل له اخرني حتى اتوب، ولا استخدمون ساعة ولا استأخر، لا تستأخر لساعة ولا تستخدم ساعة أبدا في الوقت الذي يريده رب العباد عز وجل. يقول علي رضي الله عنه مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. إذا قضية أن يعني إن جاءك ملك الموت يقول لك أخرني، تقول له أخرني حتى دو، هذا أمر مستحيل، هذا أمر لا يكون أبدا. فقال له إن أردت أن تعصي الله وحشرت بين يديه يوم القيامة وقال لك رب العباد عز وجل عبدي لما عصيتني، فقل له يا ربي أنا ما عصيتك أبدا. قال الرجل أكون كذابا في الدنيا وأكذب بين يدي رب العباد يوم القيامة؟ أشهد الله أني قد تبت توبة نصوحة. إذن العبد سبحان الله العظيم وهو يريد التوبة ينظر إلى هذه المحاور الثلاثة. أول شيء سبحان الله العظيم أنه ينظر إلى أن رب العباد عز وجل خلع عنه عصمته فيغضب، يغضب لنفسه، يغضب للحق، ويقول يا الله يعني أنا من عصياني الله عز وجل خلى بيني وبين الذنب، جعل هذا الشيطان اللعين سبحان الله يضحك علي، يجعلني سبحان الله أرتكب سوء في رمضان أو في غير رمضان، يجعلني أغتاب الناس، يجعلني أنظر إلى الناس باحتقار، يجعل اتكبر على خلق الله، وهكذا. فالعبد في حاله مراجعات مع نفسه، ده لا لازم لابد ان يتوقف سبحان الله العظيم. ثم ان قضيه ان 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 الانسان كمان يفرح بالذنب، هذه مصيبه، دليل على ان توبتك ما قبلت بعد، ما هو في علامات سوف نقولها ان شاء الله ربما في الحلقات القادمه كيف تكون التوبة وما هي شروطها وما هي أسرارها وما هي خطواتها، ثم يعني الـ 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 كيف نستكثر من الطاعة ونعوض، يعني كل هذا الكلام سوف يأتي إن شاء الله في حين بإذن الله رب العالمين أن كنا من أهل الدنيا. لكن الـ 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 القضية أن يعني العبد يرى أن دليل عدم قبول التوبة أننا ما زلت أفرح بالمعصية إذا ظفرت بها واحزن ان فاتتني المعصيه. يعني واحد رايح يعمل يعني والعياذ بالله مثلا يشرب ما يغضب الله عز وجل، ذهب وجد هذا المكان يعني اغلقوه لانه يبيعوا اشياء مخالفه مثلا للقانون او غيره، فيعود حزينا لانه ما ظفر بالذنب، هذا دليل على ان التوبه ما قبلت بعد. وهذه القضيه خطيره، ولكن يعني لأن المسألة كبيرة ومسألة التوبة هي أهم محور مهم جدا بين العبد وبين ربه. إن شاء الله رب العالمين سوف نكمل هذا الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم على خير إن شاء الله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.